والصلاة والسلام على تمام الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. ونحن عند هذه الحمارة وهذه القنبرة وهذه وهذا القمري كما ترون في الصباح، صورته لكم وقد كان قد ترك البيضة يتشمس سبحان الله وقت الضحى، كان حوالي الساعة 10. الآن احنا في وقت العشي، بدأ الجو يبرد، نحن على قرابة الساعة 3 الآن وبدأ الجو هنا يبرد لأننا في فصل الشتاء. فانظر سبحان الله، فإنها الآن قد فرشت على بيضها وسبحان الله لتدفئه سبحان الله. فمن الذي هداها لذلك؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحان الله. الله عز وجل هو الذي هداها وهو الذي علمها، هذا أكبر دليل على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.